مصطفى، بعد التحية، في هذا الخبر أنت تقول أن هناك استعدادات مكثفة لدخول شاحنة أو قوافل إلى قطاع غزة، ما تفاصيل هذه النقطة؟ يعني بالفعل ربما هي دقائق معدودة وتدخل القافلة الخامسة من المساعدات الإنسانية التي تطلق من الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية عبر منفذ رفح البري إلى الأراضي الفلسطينية وتحديدا إلى قطاع غزة. هذه الدقائق التي تفصلنا عن دخول القافلة الخامسة. الآن هذه القافلة تستعد من خلال إنهاء الإجراء الأخير على المنطقة المحايدة ما بين الأراضي المصرية والأراضي الفلسطينية. هذا هو المشهد بالنسبة للقافلة الخامسة خلال اليوم الخامس. أما إذا ما تحدثنا عن الاستعدادات التي ما زالت تجرى على قدم وساق هنا من أمام منفذ رفح البري، فبالرغم من أننا قربنا على انتصاف الليل بتوقيت الحدود الشرقية لمصر، فنحن نتحدث على إجراءات ما زالت تتخذ من قبل أعضاء التحالف الوطني والمشاركين والمتطوعين الذين ما زالوا يعملون بجد الليل مع النهار من أجل تجهيز كل القوافل التي حضرت وأتت من المدن القريبة من مدينة رفح، وهي الشيخ زويد والعريش. العريش التي تعد نقطة انطلاق القوافل، سواء كانت القوافل التي حضرت من محافظات الجمهورية المصرية المختلفة أو المساعدات الدولية التي توافدت عبر مطار العريش. ربما الصورة من خلفي تعكس حجم المساعدات التي ما زالت في المنطقة المجاورة والمباشرة لميناء رفح البري. هذه هي الصورة حاليا وهذا هو المشهد. إجراءات تتخذ الليل مع النهار من أجل تجهيز كل المساعدات التي تصل إلى هذه المنطقة تمهيدا لدخولها إلى الأراضي الفلسطينية. نتحدث عن الإجراءات وآلية عمل الإجراءات من حيث دخولها إلى الأراضي الفلسطينية. غالبا ما تتخذ القوافل إجراءات تمر بحوالي 4 مراحل، وهي المرحلة الأولى من حيث قياس الوزن والتأكد من الأوراق وكميات المساعدات المتواجدة في هذه القافلة، وبعد ذلك التوجه إلى منطقة التفتيش والإجراءات الخاصة بالترتيبات التي تتبع تنسيقا ما بين الجانب المصري والجانب الفلسطيني في وجود جهات أممية تشرف على هذه العملية أو تساعد في هذه العملية وتنسق مع الجانبين المصري والفلسطيني، وبعد ذلك يكون الإجراء الأخير وهو إجراء الدخول من الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية عبر المنطقة المحايدة، وبعد ذلك مرحلة تحميل أو تفريغ حمولات هذه الشاحنات بعد المنطقة المحايدة من حيث إنزال حمولة كل هذه الشاحنات من السيارات المصرية إلى السيارات الفلسطينية، وبعد ذلك التوجه إلى قطاع غزة في محاولة لتوفير مزيد من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في فلسطين. نتحدث عن أن هذه الرحلة تقريبا وهي رحلة دخول القوافل إلى الأراضي الفلسطينية ربما تستغرق ما يقرب من حوالي 9 ساعات، وهذا هو ما شاهدناه خلال الخمسة أيام الماضية بدخول 5 قوافل، والآن تجرى الاستعدادات لدخول القافلة السادسة التي ستنطلق صباح الغد في الطريق إلى الأراضي الفلسطينية. إذا ما تحدثنا عن الأجواء بشكل عام، فكما ذكرت هناك إجراءات تتخذ من قبل أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتجهيز كافة المساعدات الدولية التي ما زالت تتوافد على مطار العريش والتوجه بعد ذلك بهذه المساعدات إلى المنطقة الحدودية الفاصلة ما بين مصر وفلسطين. وفي منتصف الطريق وفي منتصف طريق العريش رفح هناك مدينة الشيخ زويد التي أصبحت هي الأخرى نقطة تمركز لكل المساعدات والقوافل التي تجهز في هذه المنطقة وتتوجه بعد ذلك المساعدات إلى المنطقة الحدودية ومن ثم الدخول إلى الأراضي الفلسطينية. نتحدث عن حالة المشاركين والمتطوعين الذين أطلق عليهم اسم مرابطون حتى الإغاثة، يواصلوا العمل الليل مع النهار من أجل تجهيز كافة المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين. طيب مصطفى، هل لديكم معلومة بعد دخول هذه المساعدات إلى قطاع غزة كيف تدار عملية التنسيق أو توزيع هذه المساعدات على أهل القطاع؟ يعني هذا السؤال نستطيع أن نجاوب عليه من حيث نقطة البداية، وهي التنسيق الذي يتم ما بين الجانب المصري والجانب الفلسطيني تنسيقا كاملا ما بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني. عندما يرصد الهلال الأحمر المصري والمنظمات التي تعمل على الإغاثة داخل قطاع غزة كل احتياجات المستشفيات، تحديدا مستشفيات قطاع غزة التي قاربت على الانهيار نتيجة للحصار الذي ما زال مستمر على قطاع غزة تحديدا من قوات
قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد رصد احتياجات المستشفيات، يخبر الهلال الأحمر الفلسطيني الهلال الأحمر المصري لتجهيز وترتيب أولوية دخول القوافل والشاحنات. وعندما تصل الشاحنات والقوافل إلى الأراضي الفلسطينية يتم توزيع الاحتياجات وفقا لما تم رصده مسبقا من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات الإغاثية التي تعمل داخل قطاع غزة. وبكل تأكيد وحسبما تحدثنا مع عدد من القائمين على هذه العملية في المنطقة المحايدة ما بين مصر وفلسطين، قالوا أن هناك أولويات لدخول الأدوية والمستلزمات الطبية والمستهلكات الطبية ثم المواد الغذائية والإغاثية. لذلك كلها إجراءات تم تنظيمها مسبقا وتم وضعها في الاعتبار مع أولوية الاعتبار للحاجة الصحية تحديدا في هذه الأثناء إلى الأشقاء في فلسطين. وربما هذه هي الأولوية التي تعمل عليها الدولة المصرية من حيث تجهيز كل هذه القوافل التي غالبا ما تتصدر هذه القوافل المساعدات الطبية ثم الغذائية. والآن هناك بعض المساعدات الإغاثية التي نراها هنا في البوابة الرئيسية لمعبر رفح البري تمهيدا لدخول القافلة السادسة ربما صباح الغد إن شاء الله. ما زال لديك الكثير من القوافل مصطفى المستعدة والمتأهبة للدخول، أليس كذلك؟ بالفعل، يعني إذا ما تحدثنا ونحن في اليوم الخامس من دخول القوافل كل يوم كنا نرى قافلة تدخل إلى الأراضي الفلسطينية، وحتى الآن ما زالت هناك عشرات الشاحنات التي تتوافد وتتواجد بشكل مستمر هنا أمام البوابة الرئيسية لمنفذ رفح البري. وأعضاء التحالف الوطني قالوا أنهم بصدد القيام بتجهيز شاحنات وقوافل أخرى من مختلف محافظات الجمهورية والتوجه بها إلى هذه المنطقة أو إلى مدينة العريش نقطة التمركز الرئيسية. إذا ما تحدثنا عن هذه النقطة تحديدا فبرغم دخول 5 قوافل والآن يتم تجهيز القافلة السادسة، ولكن هناك عشرات القوافل والشاحنات التي ما زالت تنتظر اللحظات النهائية والإذن لها بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية. نعيد ونؤكد أن التجهيز والأولويات تتم بناء أو وفقا للتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني. يعني عذرا لم أسمع السؤال جيدا. أقول أن هذه التجهيزات أو تجهيز وترتيب الأولويات في هذه القوافل تحدث بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني. نعم بالفعل، يعني الهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر المصري ينسقان معا فيما يخص نواحي المستلزمات والمستهلكات الطبية والإغاثية نظرا لأنها الأولوية القصوى في هذه المرحلة. وبالتالي هناك أيضا تنسيق يتم ما بين الطرفين على تحديد المواد الغذائية والمساعدات الغذائية التي تدخل في هذه الأثناء إلى الأراضي الفلسطينية، ولكن التنسيق كامل ما بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني. والجهات أيضا الإغاثية التي تعمل داخل قطاع غزة هي التي تتواصل مع المؤسسات والمنظمات في مصر، وأيضا الهلال الأحمر المصري هو الذي يقوم بجمع كل المستلزمات الطبية أو المساعدات الطبية وتوجيهها إلى الأراضي الفلسطينية وفقا لما تم رصده من الأصل من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني. لذلك فالمستلزمات الطبية والأدوية وكل ما شابه ذلك من توجيه إلى إنقاذ القطاع الصحي في قطاع غزة تم تنسيقه بشكل كامل وتم الإجراء له وتم تمهيد وتم تجهيز كل المستلزمات التي تلزم الآن إلى قطاع غزة، ولكن يبقى اللحظات الأخيرة والتنسيق الكامل وعدم التعنت من الجانب الإسرائيلي لدخول كل هذه الشاحنات والمساعدات إلى الأراضي الفلسطينية. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من معبر رفح مراسل القاهرة الإخبارية مصطفى عبد الفتاح، شكرا لك.